هل هذا حق يا مولاي؟ هل هذا حق يا مولاي؟ إن قالوا زمانا ومعتصما فأنا أقول اليوم ومحمداه السادس. هاد السيد ضيع لي حقي، بغيتك ترجع لي حقي يا محمد السادس، بغيتك يا محمد السادس ترجع لي حقي في هاد السيد هذا. وسمحوا لي الى 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 الى, إلى لان الوضع اللي وصلت ليه وهذا وضع كارثي، هذا وضع كارثي. ملي كيولي يعني خال ولادي كيجني لي على ولادي، لو كان مت انا عباد الله دابا، انا لو كان مت، تصوروا معايا، دخلوا هاد بالكم، انا ميت، وهذا اللي خرج لي ولادي خالهم، انا ميت ما كاينش. نحمد الله انني موجود، تصوروا معايا، وانا ميت يا خرج لي اولادي، كيفاش غيكون الوضع ديالي؟ كيفاش غيكون وضعكم نتوما؟ انا الان عندي افراغ، من طرف نسيبي، كان موعدني على انه بيع لي واحد الدار، وانا مشيت بهذيك النيه انه بيع لي الدار، ما درتش معاه شي ما درتش معاه لا وثيقه لا والو، عطيت واحد المجموعه ديال الفلوس، تبين في الاخير على انه نصب عليا وانه مشى وسجل الدار في سميتو وهذا، وجا ودار بيا دعوه قضائيه انني خصني نفرغ. والان اليوم عندي الافراغ، اليوم اللي كيوازي اليوم العالمي لحقوق الانسان، فيه الفنان يهان وكيتحكم عليه بالافراغ وتيخرج باش يتشرد في الشارع. الحمد لله انا ما غاديش نتشرد، لانه الحمد لله كاين الخير، في هذه البلاد، كاين الخير. الا كانوا فيها شي نوع ديال الناس من هذا النوع هذا اللي الهدف ديالهم هو الماده، وحتى الجانب الانساني والعائلي كاين عادم اللي كتولي هذا الجانب هذا، فاش غادي نقول؟ اش غادي نقول لكم؟ الا قلت لكم عندي خوه جالس معايا ما يزيد دابا على ما عندوش العقل، انا اللي عطيه بيت والله ما عندي في الدار، عنده ناموسيه كنقسم لكم بالله، دخلوا معايا والله الناموسيه ديالو احسن من ديالي، دير ليه ثلاجه في البيت ديالو، دير ليه كل شيء، هو والله ما عمرو جاب ليه صابونه، باش يغسل خول وسخو، عمرو ما جابها ليه، واتحداه الى شي مره جا طلع ليه هنا، الى جا هو بالنسبه ليه هذا خوه لا يشرفه، حيث هو مستوى راقي وكذا وهذا 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 سميتو. فاللي بغيت نقول، هو انني انا الى جيتوا متشرفين وساندتوني ودعمتوني بالحضور ديالكم، هذا لا يعني انني تنطلب شي حاجه ولا باغي شي حاجه ولا هادشي كنديروا باش نوصل شي حاجه، انما باغي حاجه وحده، وهي انا باغي حقي، باغي هاد السيد اللي ضحك عليا الضحكه واللي تحكم عليا بواحد الحكم اللي هو جائر، اللي ما طرعتش فيه حتى المده القانونيه ديال السكن ديالي في هاد الدار هادي. ويمكن لكم تدقوا على اي دار هنا في الحي الى عمرهم شافوه، دابا سيروا دقوا دار بدار، الى عمركم شفتوا هاد السيد جا عندي هنا شافوه واقف هنايا، ما عمره ما جا لهنايا، دابا ملي الحي تفوت ولاو هنا هادشي كيتباع بحال الشامبينيون، ولاو بانوا لي ما عرفتش شي 700 مليون في هاد الدار ولا هادي، جا ودار لي هاد العمليه هادي، فانا كنطلب غير حقي. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.